غزة اليوم. هنا البي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش. حلقة جديدة من غزة اليوم، وفيها السلطات الإسرائيلية تفرج عن 150 معتقلا من قطاع غزة، منهم اثنان من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني. تفرج عن قوات الاحتلال الإسرائيلي يصلون بظروف صحية سيئة للغاية، ينطبق على ميلينا الاثنين الذين تم الإفراج عنهم صباح هذا اليوم. الأمم المتحدة تقول إن 41% من المساعدات المقدمة لشمال قطاع غزة تم منعها أو حظرها. لا يسمح حتى الآن للأمم المتحدة لإدخال الكميات المطلوبة إلى داخل قطاع. وفي حلقتنا أيضا سنتناول لأول مرة منذ 6 أشهر إعادة افتتاح أول مخبز في شمال غزة. مستمعين في غزة وفي كل مكان يصل إليه بثنا هذا، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من غزة اليوم، يخرجها لكم على الهواء مباشرة كريم إمام، ومعكم في التقديم نداء حسين، وستشاركني الزميلة سميرة السعيدي التي أرحب بها في مشاركتها الأولى معنا. نبدأ حلقتنا بالتطورات الميدانية للحرب في غزة في يومها 92 بعد 100، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على عدة مواقع في قطاع غزة، تركز على خان يونس ومخيم صيرات وشمالا في جباليا وبيت حانون، أسفرت عن مقتل 68 شخصا وإصابة 94 آخرين خلال الساعات 24 الماضية بحسب وزارة الصحة في غزة، فيما جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته للفلسطينيين في غزة من العودة إلى شمال القطاع. المزيد من التفاصيل الميدانية مع مراسلي بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. لليوم 6 على التوالي تواصل قوات الجيش الإسرائيلي التركيز في عملياتها العسكرية في منطقة محافظة وسط قطاع غزة، وبتحديد في مخيم النصيرات والمناطق المجاورة لهذا المخيم من بلدات وقرى صغيرة، ويتعرض هذا المربع الكبير إلى سلسلة من عمليات القصف الجوي والمدفعي، وأيضا حتى من البوارج البحرية على الأطراف الغربية للمخيم، وهناك عدد كبير من الضحايا في صفوف السكان المدنيين وعدد كبير من النازحين الذين فروا من مناطق شمال قطاع غزة ووصلوا إلى المحافظة الوسطى. أيضا في هذا الإطار ومنذ عدة أيام تتواصل عملية انتشال جثامين القتلى من منطقة خان يونس، والتي كانت القوات الإسرائيلية قد توغلت بها لمدة 4 شهور، وبعد الانسحاب منها باشرت الطواقم الطبية والدفاع المدني عملية انتشال الجثث، وخلال اليوم ويوم أمس تم انتشال قرابة 20 جثة وغالبيتها جثث متحللة، ولا تزال العملية مستمرة حتى الآن. عدنان، بالأمس حاول مئات النازحين العودة إلى شمال قطاع غزة بمبادرة فردية وقوبلوا بقصف، هل لازالت هذه المحاولات مستمرة اليوم؟ نعم، يعني لا تزال محاولات الآلاف من النازحين في جنوب قطاع غزة مستمرة لليوم الثاني على التوالي، حيث حاولوا الرجوع بمبادرة شخصية من منطقة الجنوب إلى الشمال، وهم بذلك يضطرون إلى الوصول إلى الحواجز العسكرية الإسرائيلية في منطقة شارع الرشيد. بالتالي واجهت القوات الإسرائيلية جموع السكان العائدين بإطلاق النار وقنابل الغاز، وأيضا القصف في محيط المكان بقذائف المدفعية والدبابات، ويوم أمس قرابة 7 أشخاص على الأقل قتلوا. وفي هذا اليوم أيضا صباحا حاول السكان مجددا، ولكن الجيش الإسرائيلي أطلق النار أيضا عليهم، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من الإصابات ومقتل طفلة صغيرة على الأقل. وقد ألقت القوات الإسرائيلية منشورات على السكان هناك طالبتهم بالعودة إلى الجنوب وعدم التوجه شمالا. ماذا عن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية و...
الجيش الإسرائيلي أين تتركز اليوم؟ نعم، هناك سلسلة من الاشتباكات والانفجارات تسمع منذ يومين في منطقة محافظة الوسطى، بالتحديد شمال وشرق مخيم أمن صيرات، وأيضا بالقرب من بلدة الزهراء والمغراقة المجاورة للمخيم. وقد أعلنت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وأيضا كتائب القسام أعلنتا أنهما تخوضان اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وأنهما يستهدفان الدبابات المتوغلة بقذائف الياسين وبإطلاق النار بشكل مباشر على تلك القوات الإسرائيلية. مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين عن 150 معتقلاً من سكان قطاع غزة، وبحسب الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية فإن هؤلاء المعتقلين تم الإفراج عنهم عند معبر كرم أبو سالم، وتم اعتقالهم من مناطق متفرقة من القطاع، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الجيش الإسرائيلي أفرجت عن اثنين من طواقمها بعد اعتقال دام 50 يوماً. زياد غندور تحدث إلى رائد النمس المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، وسأله عن أوضاع المفرج عنهم. حقيقة جميع من تفرج عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي يصلون في ظروف صحية سيئة للغاية، عرضون طوال فترة اعتقالهم لعمليات قواصلة من التعذيب والإهانة والضرب والتنكيل، وبالتالي هم يصلون في ظروف سيئة للغاية. وهذا أيضا ما ينطبق على كوادرنا الذين خرجوا جميعا من الاحتلال الإسرائيلي، وآخرهم هم زميلينا الاثنين الذين تم الإفراج عنهم صباح هذا اليوم، وصلوا أيضا في ظروف صحية بالغة السوء. هل وثقتم أي من هذه الادعاءات؟ كيف توثقونها؟ نحن نبض الشهادات الخاصة بالمفرج عنهم، بالإضافة إلى توثيق الوضع الصحي لهم. يعني قبل فترة خرج عدد من الأطباء كانوا قد تعرضوا لضرب وتنكيل وقصور أيضا في تطرق من أجسادهم، وتم توثيق جميع هذه الانتهاكات. ونحن نقوم برفع إلى مؤسسات المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر. قلتم إن الجيش الإسرائيلي ما يزال يحتجز 6 أشخاص من طواقمكم، ما المعلومات المتوفرة لديكم عنهم؟ للأسف لا توجد هناك أي معلومات عن المعتقلين، ونحن لا نعلم عنهم أي شيء. الجيش الإسرائيلي يرفض إعطاء أي معلومات فيما يتعلق بظروف أو وضع أو مكان المعتقلين، وهذا ما ينطبق على جميع المعتقلين التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين للأسف لا نعلم عنهم شيئا. متى وكيف تم اعتقالهم؟ تم اعتقال 20 شخص من كوادرنا على مدار الفترة السابقة. هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم قبل 50 يوما أثناء محاولتهم إجلاء عدد من المرضى من مستشفى الأمل إبانة، ما كان قد تعرض أيضا للحصار، وعلى أحد الحواجز الإسرائيلية تم اعتقالهم. ما تبقى يعني لديهم فترات متفاوتة ما بين يعني الشهر والخمسين يوما لا زالوا معتقلين. تحدث إلينا رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة. للتعليق عن هذا تحدث إلينا أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي صرح بالآتي: كجزء من نشاط جيش الدفاع في منطقة القتال يتم اعتقال أفراد يشتبه بضلوعهم في نشاط إرهابي واستجوابهم، في حين يتم الإفراج عن الأفراد الذين تبت عدم ضلوعهم في نشاطات إرهابية، حيث تم اعتقال الأفراد ومعاملتهم تماشيا مع أحكام القانون الدولي، علما بأن البروتوكولات المتبعة لدى جيش الدفاع تقتضي بمعاملة المعتقلين باحترام، وسيتم النظر في حوادث لم تتبع فيها المبادئ. أعلنت الأمم المتحدة بأن 41% من المساعدات المقدمة لشمال قطاع غزة تم منعها أو حظرها من قبل إسرائيل، والأونروا تقول بأنها معلقة بخيط ليس فقط ماليا بل سياسيا أيضا. للمزيد من التفاصيل تحدثت سميرة السعيدي إلى عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا.
للأسف الشديد إسرائيل تمنع الأونروا من الدخول إلى منطقة شمال قطاع غزة، بالذات من منطقة الجنوب، حيث تأتي المساعدات عبر معبر رفح وعبر معبر كرم أبو سالم. وأيضا بالنسبة لبقية منظمات الأمم المتحدة، ورأينا ما حدث مع أعضاء المطبخ العالمي المركزي أيضا، وبعد ذلك اطلقنا على إحدى عربات التابعة لليونيسف. بعد هذا الحادث الدموي تم إطلاق النار. للأسف الشديد لا يسمح حتى الآن للأمم المتحدة لإدخال الكميات المطلوبة إلى داخل قطاع غزة. نعم، هل لديك عدد محدد أو رقم محدد بخصوص المساعدات الآن المتواجدة على الأرض؟ ما دخل إلى شمال قطاع غزة لا يذكر بالنسبة لحجم المساعدات. دخلت بضع عشرات من الشاحنات. الجيش الإسرائيلي تحدث بالأمس عن إدخال 100 شاحنة، ولكن هذه المعلومات لم توثق بالنسبة لنا حتى الآن. أنتم كأونروا تتعرضون الآن لضغوط، ما هي طبيعة هذه الضغوط ومن أين لو تحدثنا أكثر؟ يعني هناك مضايقات تتعرض لها الأونروا أيضا في مناطق ملياتها في الضفة الغربية. يتم منع المئات من موظفي الأونروا من الضفة الغربية من الوصول إلى مقر العمليات الرئيسي، مقر رئاسة الأونروا في الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة. أيضا مفوض الأونروا السيد فيليب لازاريني كانت إسرائيل تجدد فيزة الدخول التابعة له سنويا، ولكن اليوم تم تجديدها لمدة شهر. يضاف إلى ذلك أن إسرائيل تتحدث علانية أنها تريد تصفية الأونروا وإلغائها من الوجود، لأن لديها اعتقاد بأن بتصفية الأونروا يتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيدا عن وجود إشكالية حقيقية. عدنان أبو حسناء المتحدث باسم الأونروا. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 5 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ليلة الأحد الاثنين، خلال ما وصفته الوزارة بهجوم مجموعة من المستوطنين على منزل يقع بالقرب من مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. تواصلنا مع الصحفي من رام الله بكر عبد الحق وسألناه عن أبرز التطورات هناك. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاقتحام والدهم والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأسرت هذه الحملات التي نفذت في ساعة متأخرة من مساء أمس وفجر هذا اليوم عن اعتقال 25 مواطنا وارتقاء فتى فلسطيني وإصابة شابين آخرين، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص باتجاه مجموعة من الشبان في حي رفيديا وسط مدينة نابلس بعد حصارهم بناية سكنية واعتقالهم أحد الشبان، حيث أدى الاستهداف إلى ارتقاء الشهيد يزن اشتية 17 عاما وإصابة شابين آخرين أحدهما إصابته وصفت بالخطيرة. إلى ذلك تتواصل الاعتداءات الاستيطانية في مناطق متفرقة خصوصا في قرى رام الله، حيث أصيب مواطن في بلدة كفر مالك نتيجة اعتداء عليه بالعصي والحجارة من قبل مجموعة من المستوطنين، ما أدى إلى أصابته إصابة طفيفة. إلى ذلك واصل المستوطنون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح هذا اليوم ساحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أمهلت سلطات الاحتلال 3 عائلات مقدسية في حي الشيخ جراح مهلة نهائية لإخلاء منازلها، وذلك بعد مهلة سابقة تمكن خلالها الأهالي من خلال محاميين تجميد القرار، لأن الاحتلال أعاد تنفيذ القرار مؤخرا تمهيدا لإخلاء العائلات من منازلها بشكل كامل. الصحفي من رام الله بكر عبد الحق. ونبقى في الضفة، حيث قالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين من مستوطنة حومش أغلقوا الطريق الواصلة بين مدينتي جنين ونابلس خلال الليل وألقوا الحجارة على مركبات الفلسطينيين، ما أدى لوقوع أضرار مادية في هذه المركبات. كريم إمام تحدث مع شادي الزبن الذي حرقت أرضه المزروعة بأشجار الزيتون. طبعا تتعرض قرية بورين لاعتداءات من قبل هجمات المستوطنين بشكل يومي، حيث يقوموا باعتداء على المنازل المجاورة للشارع الالتفافي، ويقومون بالاعتداء على المنازل بتكسير النوافذ وبإحراق الأشجار الزيتون المثمرة، بالتحديد في شهر 7 صيف موجود الأعشاب جافة
وتكون سريعة الاشتعال، فيقوموا بالاعتداء في شهر 7 أو ما بعد 7، يعني يقوم بإشعال النيران في الأراضي المزروعة بالأشجار الزيتون. قاموا بمنع حراسة الأراضي في المناطق الجنوبية من القرية الواقعة بجانب مستوطنة يتصهار المسمى يتصهار، ومنعوا حراسة الأراضي وقصف الزيتون في هذا الموسم. أرضي تعرضت إلى حرق العام طبعا السنة الماضية السابقة، والسنة الحالية ما خلونا إن نطلع نحرس أراضينا ونطلع نلقط الزيتون. تهب الإخوة بمساعدة الأهالي من تطفئة النيران في الممتلكات الزراعية، ويقوم المستوطنين بالاعتداء على المنازل وتكسير المنازل وحرق السيارات إذا كان موجود في سيارات في هذه الدور. طبعا أكيد يقوموا بتقديم الشكوى خلال المجلس القروي، يقدموا الشكوى بتاريخ الاعتداء وماذا جرى في الاعتداء. ناس عزل ماذا يفعلون، يعني ما ناس عزل يقوموا بإلقاء الحجارة عليهم إذا استطاعوا، يعني ما باليد حيلي، يعني الواحد بده يظل ثابت ومصابر في هذه الأرض حتى فرج رب العالمين. أنتم تستمعون لغزة اليوم من بي بي سي، وساعاتنا تشير في استديوهاتنا إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. هذه طائفة من الأنباء. قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تدمير المنازل والبنى التحتية في قطاع غزة هو الأعلى مقارنة بأي صراع آخر في التاريخ. قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن الحرب في قطاع غزة أدت إلى زيادة الديون إلى 200% العام الماضي. أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن انتهاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث الرد على الهجوم الإيراني، وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤجل الإحاطة الأمنية مع قادة المعارضة حول التوتر مع إيران بسبب ضغط جدول أعماله. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إلى إجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن حتى أثناء الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر. وجدد باراك في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي اتهاماته لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بأنه يتحرك لخدمة مصالح السياسية الخاصة. إلى القدس، حيث عقد مجلس الحرب في إسرائيل اجتماعا جديدا لمناقشة سبل تجاوز الانقسام حول طبيعة وتوقيت الرد على إيران بعد الهجوم الذي شنته. وفق وكالة رويترز، ونقلت صحف إسرائيلية أن المجتمعين أكدوا أنه سيكون هناك رد على إيران. مراسلنا في القدس مهند تتنجي وفانا بالتفاصيل. السؤال المركزي في إسرائيل هو هل سيرد الجانب الإسرائيلي على الهجوم الإيراني على إسرائيل؟ هذا ما سيبحث الحقيقة في جلسة طارئة لمجلس الحرب الإسرائيلي، مع وجود أجواء سياسية وعسكرية في إسرائيل تقريبا تؤيد الهجوم على إيران والرد على إيران من مبدأ ما يسمى بمعادلة الردع المتبادل. حتى الأطياف المعارضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو داخل مجلس الحرب، ومنهم جادي أيزنكوت مثلا أو الوزير في مجلس الحرب بيني جانز، كانوا مؤيدين لفكرة توجيه ضربة عسكرية لإيران دون أن يأخذ ذلك يعني وقتا طويلا، بمعنى أن الرد يجب أن يكون بشكل سريع على هذا الهجوم، مع وجود آراء مختلفة تعتبر بأن الدخول الآن في مواجهة عسكرية مع إيران قد لا يصب في المصلحة الإسرائيلية، خصوصا في توقيت استمرار الحرب على غزة، وجود أهداف عسكرية في القطاع، وأيضا موضوع التوتر مع حزب الله. غير الواضح ما هو التوجه الإسرائيلي في حال قررت أن تقوم بالرد على هذا الهجوم. ما هو طبيعة الرد؟ هل سيؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة مع إيران، أم أنه يمكن احتواء الموقف من خلال طبيعة الرد الإسرائيلي؟ كلها أسئلة الحقيقة تطرح ولا يوجد إجابات واضحة عليها في إسرائيل. في الأمس كان الحديث يدور عن تجنيد لواء أي احتياط في الجيش الإسرائيلي للاستمرار في العمليات. البعض توقع بأنه يأتي ذلك تحضيرا لعملية عسكرية في رفح مثلا، ولكن بالأمس الإعلام الإسرائيلي سرب معلومات تحدثت على أن نتنياهو قرر تأجيل التاريخ الذي وضع للعملية العسكرية في رفح، والذي كان يصادف يوم الأمس على
ما يبدو، ولكن التصعيد مع إيران أدى إلى تغيير الخطط لدى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بالنسبة للأوضاع الداخلية في إسرائيل، الجبهة الداخلية كانت رفعت الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالتحذيرات للإسرائيليين في موضوع الأنشطة التربوية والتجمهر، لكن اليوم عادت الجبهة الداخلية لتقول بأنه قد تشهد الساعات والأيام القادمة تغييرات فيما يتعلق بتعليمات الجبهة الداخلية للإسرائيليين، وهذا يتزامن على ما يبدو مع اجتماع مجلس الحرب في إسرائيل والأجواء العامة في إسرائيل التي تؤيد الضربة على ما يبدو. كل ما ذكر لا يعني بأن إسرائيل متجهة للضربة العسكرية ضد إيران، لأنه يوجد اعتبارات مختلفة لربما يبقى الموقف الأمريكي أيضا حاسما في هذا الإطار. واشنطن على ما يبدو بحسب التسريبات لا تدعم هجوما إسرائيليا واضحا ضد إيران داخل أراضيها في هذا التوقيت، لكن قد تترك واشنطن المساحة لإسرائيل في القرار والتصرف فيما يتعلق بهذا الموضوع. مراسلنا في القدس مهند توتنجي. نعود لغزة، فلأول مرة منذ 6 أشهر أعيد يوم أمس فتح عدة مخابز في وسط القطاع ومخبز في شماله بمساهمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. آلاف الفلسطينيين اصطفوا في طوابير طويلة للحصول على ربطة خبز. كريم إمام تحدث مع رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي وسأله عن التفاصيل. امبارح افتتحنا مخبز في مدينة غزة من ضمن سلسلة من المخابز، تم اتفاق مع WFP مع برنامج الغذاء العالمي ومع الجهات الأمنية الإسرائيلية على فتح 4 مخابز في مدينة غزة، وإن شاء الله العدد يعني قابل للزيادة. فافتتحنا بالأمس يعني أحد هذه المخابز الأربع كتجربة رؤية مدى إمكانية توصيل المواد الخام للمخبز من السولار والطين ومواد أخرى يعني مدخلات الإنتاج، وكانت تجربة ناجحة إن شاء الله. يعني في أثناء الحرب يعني تم إصابة عدد من المخابز، توقفت عن الخدمة في بعض المخابز يعني جاهزة للعمل، يعني بلغناهم يكونوا جاهزين وإن شاء الله يعني متفائلين إنه يتم منح تراخيص للعمل. حدثنا عن الوضع فيما يخص إمدادات القمح وما هي الأدوات المطلوبة. لا أنت اليوم ما فيش أي شيء يباع في مدينة غزة أو في قطاع غزة، يعني أغلب الأشياء القمح والطحين يعني ما فيش قمح بيدخل لمدينة لا قطاع غزة جانب الإسرائيلي. اللي بيدخل مساعدات عن طريق برنامج الغذاء العالمي، وهو تبنى فكرة تشغيل المخابز، يعني هو أمن لها الطين والسولار والسكر والخميرة وكل مدخلات إنتاجها لتتمكن من العودة للعمل. حيتم توزيعها على المواطنين مجانية في المرحلة القادمة، يعني الخبز حيكون مجاني في أغلب المخابز في المرحلة القادمة. متى كم من الوقت سيستغرق؟ والله يتم الاتفاق يعني مع البرنامج على أنه يتم توزيع 50% مجاني للمواطنين يعني خلال الشهر هذا، الشهر إن شاء الله. يعني كان الاتفاق بعد عيد الفطر، وإحنا دخلنا في مرحلة التنفيذ، يعني ما بعرف هما بيحددوا الوقت والتاريخ. في رأيك ما هو المطلوب الآن على الأرض لتشغيل كافة المخابز في كافة أنحاء القطاع؟ أنا بقول يعني المطلوب زيادة الدعم لبرنامج الغذاء العالمي لتمكن من توصيل الطحين والسولار، يعني كمواد السولار في مشروع مصحوبات كثيرة عليه، لأن المخابز تعمل كلها على السولار اليوم وما فيش طاقة كهرباء في البلد، يتم تشغيل الجنريتور والمولدات الكهربائية كلها بتسحب سولار، فبصير ضغط على السولار. يعني يكون لو قدموا سولار يعني أوفر السولار والطحين، أهم شيء يعني لإنتاج الخبز والسولار والطحين. أنا بناشد كل المواطنين في قطاع غزة عدم التعرض لأي سيارة محملة بالدقيق بتوجه لأي مخبز، لأنه حتكون هي إلهم، حتكون في الآخر يعني حيتم خبز هذا الطحين وتسليم الخبز للمواطنين. وكيف يتم اختيار المخابز؟ على أي أساس؟ مناطق الجغرافية مثلا أم والله الحاجات؟ أنا يعني في برنامج الغذاء العالمي كان متعاقد مع 20 مخبز تقريبا قبل 7 أكتوبر، فالاختيار بيتم الأولوية للي كان عنده عقد مع البرنامج. يعني اليوم بعثنا سولار لمخبزين في داخل مدينة غزة، وبلغوني قبل دقائق أن السولار وصل، يعني بدأ وصوله لأحد المخابز، والمخبز الآخر حيكون واصله اليوم، وإن شاء الله المخبز الرابع حيوصله. يعني من طالب أنه يعجلوا إجراءات وصول السولار إليه، وكي تبدأ المخابز عملها في الأسبوع القادم إن شاء الله. وحول الموضوع ذاته جمعنا عددا من الأصوات من الشمال عن إعادة افتتاح المخابز.
هاشم الغفري. أنا سكان الصحابة مبسوط على كل حاجة بيعملوها، قاعدين بالنسبة للمخابز ومبسوطين كتير إنه المخابز قاعدة بتتفعل وبتشتغل وفي دعم طحين، وكل الناس هي مبسوطة في الأسواق، بتشتري طحين وبتشتري خبز وبتروح على المخابز والخضرة والفواكه، الحياة كيكسة حتكون. ولا حاجة استفدنا في 6 شهور إلا الدمار والخربان للديار. إيه علف أكلنا، علف لقينا صرنا ناكل علف وذرة وكراكية وقصص وحدوية. فإحنا بنشكر كل الداعمين لشعب غزة بالنسبة للطحين وبالنسبة للمخابز اللي بتتفعل وبتشتغل، وكل الناس مبسوطة. هي حياة كيكسة. كنت أنا أروح على الكويت عشان أجيب كيس طحين وطعمي أهلي فيه، اليوم أنا مبسوط جدا لأني بروح على المخبز بجيب رابطة خبز وبروح على بيتي وباكل أنا ومرت وأولادي وعيلتي. أنا مرجع بعليان نازحة في الصبرة، جينا ناخد خبز بقولك ممنوع النسوان، طب إيش نسوي؟ أولادي في الجنوب مين يقف ومين يجيب لي؟ والله لقيت ولد عمره 13 سنة قلت له يا حبيبي خد خش كأنك ابني وجيب لي ربطة خبز. معاناة شديدة شديدة، يعني ألوفات ألوفات الشباب واقفين، جوز بنتي من 6 الصبح طالع مريض، أقسم بالله مريض، واقف في الزحمة هذه وهلقيت ما أخذت ربطة خبز من 6 الصبح للساعة هذه، وإحنا الساعة هلقيت تقريبا 2 أو 3 لهلقيت ما أخذ ربطة خبز. بس برضو يخففوا عنا شوية يا عم، يخففوا يفتحوا مجالات أكتر من هيك في المخابز، يفتحوا مجالات أكتر من هيك، لأنه مخبز لحاله بنفعش أو 2 أو 3. الشعب وصل لدرجة الجوع، الجوع يعني ممكن يموت عشان ربطة الخبز. أحمد خضر سلمان من سكان حي الدرج يصف شعوره بعد تمكنه من الحصول على ربطة الخبز. شعوري انه يعني الاشي الحمد لله بدا يتحسن في البلد، بدا يصير في مخابز تفتح، بس بدنا الاشي يتطور ويفتح اكثر من مخبز، لانه هيك دور حرام يعني دور طويل كثير والناس تعبت، يعني بدك من اول النهار نوقف من الساعه 6 الصبح لعد صار الدنيا العصر واحنا واقفين زي ما احنا، وان شاء الله هيك الامور تتحسن لاحسن من هيك ان شاء الله، والاشي يرخص اقل من هيك. والله اكلنا اكل الدواب، والله ما كنا ناكل الخبز نبلع من وراء مية عشان نقدر نبلعه. الحمد لله إيش هلقيت إيش بتاكل هذا اللي احنا بناكله. بالأول إيش ما كناش الحمير ما ترضى ياكله أكلنا. الحمد لله إيش تحسن، وإن شاء الله على إن شاء الله الأمور جاية تكون أحسن يعني. ومتنا الحرب تعبنا فيها هيك 6 شهور تعب. تعب يعني وترحيل من مكان لمكان ومن ديك في المعيشة وفيش خبز وفيش أكل وفيش شرب. مؤنس كامل عجور يتحدث عن الجهود التي قام بها لإعادة تشغيل مخبز عجور. تقريبا 6 شهور ما في أكل، ما في طعام، ما في إشي. بعدها الحمد لله تواصلنا مع الجهات المختصة، دبرنا كلمنا قبل ما شفنا الأكل، جبنا طحين وقود من الجهات المختصة. زي ما انت شايف اشتغلنا، هاينا شغالين حاليا، وإحنا قعدنا نكلم مدة قبل ما كلمنا وتواصلنا مع WFB، وتواصلنا مع لينير، وتواصلنا مع حادة قبل ما وصلنا للطحين والسولار. لما وصلنا مباشرة اشتغلنا، إن شاء الله راح يستمر وإحنا شغالين. هايهم هم إن شاء الله بيدعموا، راح يستمر إن شاء الله. الرسالة للمجتمع الدولي إنه يخفف عنا، يجيب لنا مساعدات بزيادة، خلص الحرب، يشغل باقي المخابز الثانية في القطاع، قط واحد اللي شغالين. مستمعينا نختتم هذه الحلقة بهذه المناشدة من المواطن كرم العقاد من سكان خان يونس الذي تعرض لقصف أثناء محاولة إنقاذ ابنه الذي قتل في قصف صاروخي. فقد كرم على إثرها قدميه ويناشد خلال برنامجنا بتسريع تحويله للعلاج بالخارج. وليد حسن تحدث إليه وسمع منه قصته. عندي 3 أطفال ذوي احتياجات خاصة عندهم خلل في العقلية، فجبت ولد معي عشان يساعدنا. فالولد طالع كان يودي ود طحين لدار خالته وهو ابن عمه، طلعوا الاثنين مع بعض إلى صاروخ موجه سنانة، فضرب استشهدوا الاثنين في مكان. المهم جيت أنا بعد هذا بدي أروح عنده، لسه طلعت من بيته ضربني بصاروخ ثاني. نتيجة الصاروخ ضربوه انقطعت ليا الثنتين، صار عندي فتحة بالظهر هالقد، قضايا مليان جسمي، وبناء عليها أخذوني كمان بعدين على المستشفى وصرت أتلقى العلاج. تلقيت العلاج في مستشفى الأوروبي، قعدت تقريبا 3 شهور يعني بدون أنا مش شايف إن في كان تحسن.
وحطونا كلنا غرفة كبيرة جمعونا طبيعي، والكل بيعتمد على المسكنات، اعتمادهم الأساسي مسكنات مو علاجات. إنه إحنا مع طول المدة هذه متأذى، ليش؟ أنا عندك جرح زيد، عندي فتحة في الظهر وين جاي في مكان العصعوص، وعندي مبين حتى العمود الفقري مبين، فهذا أنا خايف هذا التهاب لا سمح الله، التهاب لا سمح الله شلل يعني. نفسي تهدى يوم وارتاح يوم المزح. عملت تحويلة طبية من أول أسبوع دخلت في المستشفى، يعني تقدر تقول في سبعة واحد عمل تحويلة، واستعجلت فيها ثلاث مرات، بروح أقدم استعجال، طبيب وصفين لك أعمل استعجال، بعمل استعجال، بس لك حتى النايلة شفنا استعجال ولا شفنا أي نتيجة. وفي الختام هذه أطيب تحية من فريق العمل لحلقة اليوم، إبراهيم خليل، كريم إمام، زياد غندور، صفاء أحمد، ديريك كلارك، وكنا معكم في التقديم سميرة السعيدي وندى أحسين. إلى اللقاء.